مرحبا بكم في الجزء الثالث ديال إعادة تدوير جلابة قديمة إلى جلابة حديثة. في هذا الجزء الثالث غادي نشوفوا هاد الطرزة هذه اللي خدمتها على الجلابة. سبق لي وضعت الجزء الأول والجزء الثاني كيفاش حتى حيدنا العمارة ديال الجلابة وخدمناها بالراندا، فغادي تلقاو الروابط أسفل الفيديو صندوق الوصف. رجعوا صندوق الوصف غتلقاو الروابط ديال هاد الخدمة من البداية. الان غادي نشوفوا هذا البريد هذا كيفاش حتى خدمته بهالطريقه هذه، ونشوفوا هاد الوريدات وهاد الشكل هذا بطبيعه الحال. مهم تابعوا معي الفيديو غادي نشوفوا كل شيء. اول حاجه انا هنايا هنا هاد كيفاش من اللي رسمتها يعني ما تتبانش مزيان، ولكن غادي نحاولوا يعني تبعوا معايا غير الشكل ديال البريد وغادي يبان لكم الشكل. تبان لكم يعني الرشمه ولا ما فهمتوهاش؟ يعني اللي بغات الرشمه فكتبوها لي غير في التعاليق ونعاود نوضع فيديو اخر نوضع لكم فيه غير الرشمه بوحدها في ورقه، يعني نرسمها غير في ورقه. فالان اول حاجه تنديرها تنثبت يعني الخيط. هذا الخيط هذا مبروم على ثلاثه شعرات حرير عادي مبروم على ثلاثه شعرات، فدائما تنرجع هنا تنضربوا الضربه الاولى والثانيه وتنرجعوا في نفس المكان اللي احنا انطلقنا منه اول مره. بحال هنا غادي نغير اللوي والخيط، يعني هاد اللويه ديال الخيط هي اللي غادي نخدموا عليها. والان هاد العدد ديال اللويات اللي تلوي انا الخيط على البرق، فكل وحده غادي تاخذ العدد المناسب للمسافه اللي عندها. يعني انا هنا تقريبا استعملت 15 او 16 يعني ما تذكرتش مزيان. المهم هنا انا مبغيتش نعطي العدد لان كل وحده العدد اللي غادا تستعملوا على حساب المسافه اللي هي عندها. المهم عينكم ميزانكم في الخدمه، وصراحه هذا هو البريد عينكم ميزانكم، يعني خاصكم تجيبوها غير غتبداو غادي يبدا يبان لكم الخدمه كيفاش غادا تكمل. المهم ترجعوا في هذه النقطه هذه نهبط منها الابره. لاحظوا معي جيدا المكان اللي غادي نطلع منه الابره مره اخرى، غادي نجي لهاد المكان اللي قريب للراس لانني انا هنايا بغيت الخدمه تكون غادا بحال الشكل ديال الوريقه، فالخدمه خاصها تبقى غادا شويه عوجه. المهم غادي نرجع لهاد المكان هذا ونهبط منه الابره. والان غادي نطلع الابره من نفس النقطه اللي بديت منها يعني، وغير بشويه البريد صراحه يبغي ان الواحد يكون مهدن مزيان باش يخدم غير بشويه عليه. قد ما تعصبتي معاه قد ما تيطلعش. المهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 هنا 14 هم 14 15 كل وحده تخدم على حساب المسافه اللي عندها. لاحظوا معي جيدا كيفاش كنخرج الخيط من وسط الابره، تنحاول انني نفكه بحال تنديرو بالعكس، تلوي صبعي بالعكس باش يخرج هذاك الخيط اللي لويناه على البرا. وهنا راه كاين في البريد اولا في هاد الدويدات هادو راه كل وحده كيفاش يعني كل سيده كيفاش حتى كتخدم هاد البريد. كاينه اللي كتخلي البرا في التوب، انا ما كنفضلش يعني انني نخلي البرا في التوب لان بعض المرات كتبقى واحله في التوب وما كتبغيش تخرج غير يعني كتعصبك صراحه. هادشي علاش انا تنخرج البرا كامله نحيدها، وفاش نلوي الخيط تنحاول نفكو شويه بصبعي. لاحظوا معايا هنايا مزيان الطريقه اللي غادي نستعمل، فهنا غادي نبداو نلويو في الخيط على الابره، تنرجعوا الابره بهذا الشكل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 هنا 14. لاحظوا معي جيدا كيفاش كندور صبعي باش نخرج هذوك اللويات اللي حنا لويناهم على البرا، تنعكسوا الدوره. يعني الا لاحظتوا معي جيدا راه تنعكس هذيك الدوره باش يهبط هذاك هاد البريد هذا. وهنا غير بشويه عليكم ما حدكم نتوما كتجروا في الخيط ما حد هذاك هاد الدويدات تيتبتوا في بلاصتهم. علاش قلت لكم باللي هاد باللي البريد خاصو يتخدم بهدوء وما تعصبوش راسكم غير بشويه، يعني قد ما حاولتي انك تفورسي عليه وتخدميه بالجهد قد ما تيتخسر ما تيتخدمش يعني بشويه اللي بغى الواحد يزرب.
المهم هنا غادي نرجع لهذا المكان هذا، وغادي نبقى غاده بهذه الطريقه. لاحظوا معايا مزيان، هذه هي الطريقه اللي غادي نبقى غاده هابطه بها باش تكون ليا هذه الوريقه. هذا هو الوسط ديال الوريقه، وغادي نجي لهذا الجنب ونبعد واحد المسافه قريبه، وغادي نرجع نطلع الابره من نفس النقطه، نقطه البدايه. دائما ترجعوا لنفس نقطه البدايه. والان غادي ندلوي هنا العدد، ديروا اللي عجبكم، يعني العدد اللي بان لكم ديروا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنا مهم حدكم غادي وكتهبطوا العدد راه غادي يبدا كيتزاد واحد شويه. فهاد الخدمه غادي نستمروا عليها بهالطريقه حتى نكملوا، وغير بشويه لاحظوا معي جيدا هنا غادي نبقى انا تنهبط بصبعي وفي نفس الوقت تنجر الخيط وتيتلوى، يعني هو تيبغي غير الممارسه صراحه. هاد البريد تيبغي الممارسه، يعني الواحد يخدم في شي توب يكون ما باغيش، الا كانت السيده مبتدئه فاول مره تخدم في شي توب ما باغاش، يعني ما عندها ما دير به، غير تخدم فيه وتعلم وتخدم يعني يوميا على الاقل واحد 3 ايام ولا شنايا تبقى تعلم فيها. ممكن لو واحد ودماغه راه كاين اللي دماغه خفيف دغيا كيشد الخدمه، نهار واحد يقدر يشد الخدمه، وكاين اللي شويه خاصو شويه الوقت، ولكن ما تعصبوش سيروا غير بشويه عليكم. لاحظوا معايا هذه الطريقه غادي نبقاو تنخدموا من اليمين ومن اليسار، يعني من هاد الجهه نخدم وحده ومن هاد الجهه نخدم وحده، ونبقى غاده في نفس الخط اللي جي عندي في الوسط، نفس الخط غادي نبقى غاده خدامه فيه حتى نهبط هاد الخدمه كامله ونوصلها حتى لتحت. فهنا كيف لاحظوا معايا كيفاش غادي نهبط هاد الخيط، هنا غادي نعكس هاد الدوره ديال ليدي باش يهبط الخيط بسهوله وببساطه. فغادي نثبتو هنايا في بلاصتو بهذا الشكل هذا، ونرجع دائما لاحظوا معايا مزيان الا بان لكم شويه هبطوا صبعكم. وهنا غادي نهبط هاد الابره من نفس نقطه البدايه اللي حنا انطلقنا منها، المهم بهالطريقه هذه. فغادي يعطيكم هاد الشكل هذا، لاحظوا معايا مزيان غتبقاو غادي متبعين نفس الطريقه غيعطيكم هاد الشكل. فهاد الشيء اللي درناه كملنا يعني هنايا هاد الوريقات هادو بجوج، والان غادي نوريكم هادوك الدويدات اللي درناهم في الوسط الطريقه ديالهم ساهلين بزاف وبساط. فهنا انا غادي نقسم هادي على 4، لاحظوا معايا جيدا غادي نحاول انا نقسم المسافه على 4، تقدروا تقسموا على 5 على 6، كل وحده على حساب الحجم اللي عندها. المهم انا قسمتها على 4، فغادي نجي لهاد البلاصه هادي وغادي نرجع نطلع الابره ديالي من نقطه البدايه بهذا الشكل هذا. والان غادي نصايبوا يعني هذا البريد ديالنا بهذه الطريقه، لاحظوا معي جيدا نحاول ان ندور شويه الخدمه باش يبان لكم. ف المهم غادي نكملوا يعني الخدمه عادي كيف ما شلنا في الاول. هنا في هذا الجزء الاول غادي نخدم لكم فيه غير هذه الخدمه هذه اللي غير هذه الوريقات وهذيك الوريده اللي دايره بها، وفي الجزء الثاني ان شاء الله غادي نكملوا فيه الفيديو نخدموا الخدمه الاخرى اللي شلنا، غادي نكملوا ان شاء الله في الجزء الثاني. المهم الان فغادي نكمل انا بهالطريقه هذه، لاحظوا معي جيدا تيشد بلاصتو غير بوحدو، غير ما تعصبوش وبقاو غاديين معاه دقه دقه، فهو راه غادي يشد بلاصتو. وهنا عينكم ميزانكم كما قلت لكم في العدد، راه غير عينك ميزانك، راه ما كاينش شي واحد غادي يقول لك ديري قد وقد، يعني تعطيك العدد بالضبط لان كل واحد المسافه. مثلا انا هنا مقربه الكاميرا بزاف فكيبان لكم ان هذا الشيء كبير، ولكن هو راه ما كبيرش بزاف. المهم هنا غادي نترجعوا لواحد تهبطوا بواحد المسافه قريبه من هذاك البديه باش يعطينا هذاك الشكل المتفاوت، لاحظوا معايا جيدا باش غادي يعطينا هذاك الشكل اللي غادي تجي وحده يعني حدا والاخرى. ولكن المهم كلشي غيبان في الصوره، ما عرفتش يعني كيفاش نوصل لكم الفكره، ولكن الصوره هي اللي كتوضح في النهايه. فلاحظوا معايا جيدا انا سرعت الفيديو سرعته بزاف. المهم غادي نكملوا الخدمه عادي جدا. فالان لاحظوا معايا غادي نخرجوا يعني هادشي من وسط الابره،
هنا العدد راه تقريبا شي 25 ومع 29 اللي خدمت هنا. المهم فغادي نثبتوها هنا في هذا المكان هذا بالضبط. لاحظوا معي جيدا، هنا تيجيو مخالفين بهذه الطريقه هذه، دائما ترجعوا نهبطوا غير واحد شويه باش يجيو بهذه الطريقه. شفتوا معايا مزيان؟ يعني سهله وبسيطه بزاف. كما قلت لكم البريد تيبغي غير الممارسه، يعني الواحد ما يخدموش غير مره ويقول صافي انا تعلمت، يعني يخدموا بزاف ديال المرات عاد باش يقدر يحكم على راسه ويقول راني تعلمت، حيت هو كيجي غير مع ملي كتبقاي تخدمي بزاف صافي كتولي تقني. فدائما هنا غادي نرجع غير واحد مسافه قريبه، لاحظوا معايا جيدا، يعني غير واحد مسافه قريبه اللي ترجع فيها الابره باش تعطيني هذاك الديكور، هذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا. لاحظوا معايا باش يعطينا هذا الشكل هذا، يعني الشكل النهائي هو اللي غادي يعطينا هذا بهالطريقه هذه. فهنا كملناه، والان غنوريكم هذه الورده هذه. فهاد الورده كاين اللي غادي تخدم يعني وحده حدا وحده، فانا ما غاديش نخدم بهذيك الطريقه. علاش؟ لان عندي نصف دائره في الوسط، فهذيك نصف دائره اللي في الوسط حكمات عليا باللي ما نخدمش وحده حدا وحده، حيت الا خدمت وحده حدا وحده راه غادي تخدم، ولكن تقدر تجيني عوجة من شي قنت ولا شي حاجه. هادشي علاش انا لاحظوا معايا مزيان هاد الورايده هذه، انا جيت لها في الوسط ديالها وغادي نخدم هنا بريد، يعني غادي نخدم واحد دويده هنايا غادي نديروها. تقسم لينا هاد الورده هاد الجزء الكبير هذا اللي هنا، هنا تقريبا غادي ندير شي 26 ولا 27. المهم غادي نحاول انني نجيب المسافه تكون عبار، يعني كما قلت لكم راه غير مع الممارسه غادي توليو تعرفوا شحال غديروا، يعني راه ماشي الواحد نهار الاول غادي يعرف شحال غادي يدير، يعني شحال غادي تقدكم يعني في المسافه. فلاحظوا معي جيدا كيفاش الطريقه اللي غادي نخدم بها هاد الورده هذه. هاد الطريقه يعني انا مبغيش نخدم وحده كما قلت لكم بحال هذيك البديه اللي كتشوفوا هذوك الربعه اللي حدا بعضياتهم، مبغيتش نكمل بهذيك الطريقه حيت انا خفت تجيني عوجه من شي بلاصه ولا شي حاجه، هادشي علاش قلت انا نخدم بهذه الطريقه افضل. فالان حنا خدمنا هذيك البريد اللي جا عندنا الفوق اللي هو كبير، يعني الحجم ديالو كبير. فالان غادي نخدم هاد اللي عندي في القنيته هنا، فهذه صغيره، هذه تقريبا نخدموا فيها غير 15 ولا 16 بركه عليها. المهم ما عرفتش شحال درت العدد بالضبط، ندوروا هنايا التوب. المهم انا هنا راه قلبت التوب، لاحظوا معايا جيدا هنا غادي نخدم غير هاد المسافه الصغيره، فغادي تعطيني يعني وحده كبيره وحده صغيره وحده كبيره وحده صغيره، ومن بعد غادي نبدا نعمر الفراغات ديولي، يعني غادي نبدا نعمر فيهم. فغادي نخدم هادي بهذه الطريقه، يعني كيف ما كتشوفوا معايا هنا. اللي بغات تخدم وحده حدا وحده تخدمها، يعني انا يعني حريه الاختيار، كل وحده والطريقه ديالها في الخدمه، وكل وحده وعلاش تترتاح. فانا قلت هاد الطريقه يعني مزيانه افضل وأأمن. نشوفوا الطريقه اللي أأمن شويه، وهي الخدمه في النهايه غير عينك ميزانك صراحه. المهم من بعد غادي نعمروا دوك الفراغات. فالان غادي نجي لهاد النقطه هذه، لاحظوا معايا راه كاين عندي واحد نصف دائره في الوسط، غير هاد يعني ما تيبانش، يعني الرسم اللي انا رسمته ما تيبانش مزيان بشكل جيد، ولكن راه غتجي ورده، غتجي وريده هنايا، ورده فيها اربعه نصف دوائر. فلاحظوا معايا مزيان هنا غادي نرجع وغادي نخدم هذيك الكبيره، يعني اللي تتبان لينا كبيره هي اللي غادي نرجع دابا نخدمها. فالان يعني من بعد ما كملتها، لاحظوا معايا مزيان غادي نصايبوا هذه بعدا، شوفوا معايا مزيان الاصبع ديالي كيفاش كندير لي باش نخرج هذاك الخيوطه من وسط الابره. هنا مره التصوير كيبان صفر، مره كيبان بيض مع الاضاءه وصافي. حتى الكاميرا هي ما معاونانيش صراحه، ولكن نحاولوا يعني نكملوا العمل ديالنا. فقلت لكم هنايا خدمنا هاد الكبيره وغادي نرجعوا نخدموا الصغيره ونخدموا الكبيره. لاحظوا معايا مزيان، شوف كيفاش كتبان بحال شي شميشه، ولكن راه من بعد ما تبقى شميشه غتولي وريضه، نحولوها من الشمس الى الوردي. المهم
لاحظوا معايا هنا مزيان، هنا غادي نبدا نخدم وحده حدا وحده. علاش؟ باش نعمر هذوك الفراغات اللي انا خليت، هاد الفراغات اللي خليت ما بين وحده كبيره وحده صغيره، غادي نبدا نعمر فيهم، ويعني غير بشويه حتى نكملوا. وعينكم ميزانكم في الخدمه كما قلت لكم. فغادي نجي هنا حداها وغادي نخدمها، هاد اللي حداها بالضبط، باش تعطيني هاد الوريده هادي. لاحظوا معايا جيدا، الطريقه سهله وبسيطه بزاف. فهنا دائما تلوي الخيط كما قلت لكم، راه غير عيني ميزاني في الخدمه. المهم غادي نبقاو تنهبطوا، وما تنساوش في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نكملوا فيه هذه الخدمه هذه. واللي ما شافتش الجزء الاول اللي خدمنا فيه الملاقيه، والجزء الثاني خدمنا فيه الدرس ديال القب، فترجع لصندوق الوصف غتلقى الروابط، رابط الجزء الاول ورابط الجزء الثاني. فالان انا غادي نكمل هذه الخدمه. لاحظوا معايا مزيان، غادي غير نعمر هذه الفراغات هذو اللي عندي. فبهالطريقه هذه لاحظوا معايا مزيان، يعني هذه هي البدايه وهذه هي النهايه. والان غادي نخدموا هاد العقده، الغرزه الفرنسيه عفوا. جبت هنا هاد لي زيستراس هادو بهذا الشكل الدائري. هنا اللي بغات ديرهم ديرهم، بغاتش ديرهم ما ديرهمش. المهم انا غير عجبوني وكانوا عندي صراحه وبغيت نديرهم. فهنا درت وحده في الوسط، وسط هاد الخدمه هادي. هادو عندهم هنا جوج ديال العوينات، هادشي علاش انا غادي نثبتها من هاد الجهه ومن هاد الجهه. وهنا الابره اللي استعملت راه ابره رقيقه شويه، هنا ما خدمتش بالبره ديال الراندا لان البره ديال الراندا غليظه، فما كد يعني العين ديالها كبيره وما كتبغيش تخدم هنا. المهم غادي نثبت وحده اخرى هنايا عاوتاني لتحت باش نسدو هاد الفراغ اللي بقى لينا هنايا ما بين هاد الوريقه وهاد الوريقه. نسدو هاد الفراغ بهالطريقه هادي، واللي بغات تلاقي هادوك جوج وريقات تلاقيهم. يعني هادشي كيبقى غير اذواق، كل واحد والذوق ديالو في الخدمه. فما تنسوش يعني اي تساؤل واي اقتراح، اللي بغات توضع اي اقتراح ديال شي خدمه ولا شي حاجه، فتوضعوا في صندوق في التعاليق عفوا، تكتب لينا في التعاليق. المهم ونتشاركوا مع بعضياتنا يعني الخدمه وداكشي، وكل واحد يعني كل انسان ورزقه. فالمهم نثبتوا هذه. الان من بعد ما ثبتها بدلت البرا ورجعت للبرار ديال الراندا العاديه. فهنا غادي ندير الغرزه الفرنسيه عفوا، فتلوي اربعه تلويات وتنبعد واحد شويه من نقطه الانطلاق وتنهبط البرا. وحاولوا هنا تبقاو شادين شويه الخيط باليدكم، هذاك الخيط اللي ما هنا الخيط اللي ملهيه، غير باش تجيكم بحال هكا، يعني تجيب واحد الشكل جيد. فالان غادي طلعت يعني الابره من هذا المكان هذا، وغادي نرجع نلوي ربعه اللويات، وغادي نبعد غير واحد المسافه قريبه. لاحظوا معايا غير مسافه قريبه، وتنهبط الابره وتنحاول نشد شويه الخيط بصبعي، يعني لاحظوا معايا، وتنهبط الابره مره اخرى. هنا غادي نستعمل جوج ديال الالوان، يعني غادي نستعمل هذا اللون هذا، وغادي نستعمل اللون البني حتى هو، غادي نديرو في الدائره في الوسط باش يعطيني يعني شويه ديال التميز وشويه ديال الاختلاف. فغادي نكمل هنايا الخدمه بشكل عادي، بشكل عادي غادي نكملوا هذه الخدمه هذه، ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله باش نشوفوا النهايه ديال نشوفوا يعني هذه الخدمه هذه كيفاش غادي نكملوها، باش يعطينا هذا الشكل هذا، ونشوفوا كذلك هذيك الخدمه الاخرى. انتظروني ان شاء الله في الجزء الثاني. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، وشكرا على المتابعه.